في العادي انت وانت بتطبخي اصلا بتغدني؟ يعني حاسه بروتين. الله لحمه. ها لحمه. يلا جود بليز. ما اعرفش يعني ايه مخلمه بس انا عايز اكل مخلمه. اوكي ابدا. ويا بني الشام والله يا بني طال المطال يا حلوه انت تعالي. انا احب الطبخ، مو هوايتي بس احب الطبخ. ممكن انت في البيت مثلا جوزك يقوم يعمل لك اكل ولا لا؟ ما بتحبش؟ لا افضل لا. البوتاجاز نفسه ده اسمه طباخ؟ اسمه طباخ. اه تصدقي. طب والطباخ عندكم بتقولوا عليه ايه؟ الشيف هو طبخ عراقي. اوكي. اسمه مخلمه، هو عباره عن بروتين يعني لحم. اسمه مخلومة. ايه؟ مخلمه. دلوقتي جه وقت ان احنا ندوق. اوكي؟ اوكي. ليتس تيست. خلينا. طيب يعني اروح تدوق؟ لا لا لا. خليكي موجوده. بسم الله يا شيف. عندك عيال؟